ارتفعت الأرباح الصافية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين خلال عام 2022 بنسبة 14%، محققة بذلك 3,800,000 دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجعت الشركة البحرينية للتأمين سبب هذا الارتفاع في الأرباح السنوي إلى التحسن الكبير الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار بسبب استراتيجية الشركة لتحسين الأداء الاستثماري طويل الأجل، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات. وقالت الشركة أن الأخذ بعين الاعتبار لتحديات المستقبلية التي تمر بها أسواق المال دفع بالشركة البحرينية للتأمين للتخرج مع بعض الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لتقليل حجم المخاطر على المحفظة الاستثمارية.